قالوا عنده 14 عام اخوه وود دربنا معروف، ولكن ساكن هنايا وباه في الصباليهم فهمتي، امه كاينه هنا خياطه. الشيء اللي كنعرفوا عليه قال لك انتحر بالحوت الازرق، ديك الابليكاسيون هذه اللي قال لك انتحروا عليه. هذا الشيء اللي قال لك الحوت الازرق راه معروفه في العالم، هذه اللي قال لك خلى لهم رساله، قال لهم سمحوا لي هذه. هذا الشيء اللي كنسمعوا حاش يلاه مات اليوم فهمتي. ولد دربنا كيبان ظريف فهمتي في شكل، غا هو دابا المشكل هذيك النيفو ملي كتوصل لهذيك اللعبه كيوصلك واحد النيفو تقدر فهمتي دير اي حاجه، ديك اللعبه بحال كتاثر لك على عقلك، كدير اي حاجه تقدر تولي فما هي وما لون. ظريف مسكين كيما كاع الدراري، كتشوفوا انسان عادي مع الدراري عشران وتا هو كيلعب عادي. قالت شي اللي سمعك كيقول مو غنبقى انتحر كيضحك صافي. ملي طلع وقال لك القو القو طلع راجل خالته لقى شانق راسو، ثم لقى شانق راسو في السطح صافي وقال ماش قال هادشي اللي قال. نمشي معاك بس ولدي، نمشي معاك بس. وحنا كنعرفوا هاد الناس الله يعمرها دار، الدري اللي تيضل يلعب مع الدراري هنايا ما قبيح ما والو، ما كاين حتى شي مشكل. دراوش لا دارهم ولا كلشي شادين تيقارهم، لا باه في السبليون ما كاينش، باه خدام في السبليون وكاينه امو ودارهم وخوالاتي وداكشي هما اللي كاينين. ما نعاودش حنا علم علينا الله سبحانه الله، لان هاد الناس راه جيراننا فوق من 40 عام تيلعب مع الدراري. راه مو جات غا في العيد حنت هي ساكنه ماشي هنا. مشكل والله وليدي ما كاينش اللي خرج على عباد الله قد التليفونات. الدراري ما بقاو دراري، الدري ما عطيتيهش التليفون يقول لك ما كنت ما تعطيه ليا يحيح. لا ما شفناهش حنا واش كيلعب في التليفون، لا لا تيقولوا بغا التليفون يشريوه ليه. ملي كيقولوا ليه صبر بلاتي بلاتي قال لهم لا منو نخلق دم على حسب ما قالوا هما.